أكدت الحكومة عدم وجود أي اتجاه لزيادة عدد الولايات في وقت أعلنت فيه بأن إعلان ولاة الولايات سيتم في غضون الفترة المقبلة. وقال رئيس مفوضية السلام سليمان محمد الدبيلو في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن الترشيحات لاختيار الولاة ولاختيار أسماء ولاة الولايات المدنيين ما زالت مستمرة، كاشفا عن عقد اجتماعات مع جهات الاختصاص لإكمال عملية الاختيار. وأوضح الدبيلو أن بعض الولايات دفعت بأسماء عديدة، مشيرا إلى أن الولاة المدنيين الذين سيتم اختيارهم سيشغلون مواقعهم لفترة مؤقتة إلى حين نهاية الفترة الانتقالية.